نروح لفقرة كتير مهمة، ويمكن اليوم بهي الأيام اللي عم نعيش فيها خصوصا أيام العيد كتير مهم الكلمة، يعني بس تشوفك الصبح حدا ويقول لك هيك صباح الخير كل عام وأنت بخير قد بتفرق معك. الكلمة الحلوة دائما هي مفتاح لحتى نحن نتعامل بطريقة صح ونوصل يمكن لشغلات كتير حلوة بحياتنا. خلينا دائما حتى إذا في ملاحظة سلمى، حتى إذا في شيء عابر أو تماما طريقة كيف تقوليها، الطريقة دائما والأسلوب يلي نحن دائما بنحاول إنه يكون الأسلوب صح، ونتمنى الناس اللي حوالينا كمان يعاملونا بأسلوب كتير منيح وكتير صح رغم الضغوط. الناس يمكن ما إلهم ذنب بمزاجنا أو حتى بالوضع النفسي اللي نحن فيه. طبعا دكتورة خيرية أحمد الأختصاصية في علم النفس التربوي راح تحكي لنا بالتفصيل عن هذا الموضوع ونجاوب على كتير من الأسئلة. يسعد صباحك دكتورة وينعاد عليكي بكل خير. يسعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير يا رب، ينعاد على بلدنا إن شاء الله بالأمان والسلام. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك ينعاد عليكم صباحا. خلينا نبلش اليوم من تاثير الكلمه، دائما بنقول هيك بالمثل الشعبي الكلمه الحلوه طالعه والكلمه البشعه طالعه. تمام. خلينا نقول الحلوه بدل، قد ايه مهم اليوم تاثير الكلمه بحياتنا؟ تمام. طبعا مثل ما تفضلت الكلمه الحلوه طالعه والكلمه البشعه طالعه، وبنفس الوقت من طابت كلمته لانت محبته، يعني دائما نحن لازم تكون كلمتنا هي لينه لحتى نحن يكون في محبه بيننا وبين الاشخاص الاخرين. كل ما كنا لينين بالكلمات كل ما كانت كلماتنا هي مثل ما تفضلت كمان الصبية وقالت انه هي مفتاح للعلاقات بين الاشخاص الاخرين. فقديش نحن مهم هلا رغم الضغوطات رغم الجو اللي نحن عم نعيش فيه طبعا بجميع المجالات، مشان ما احكي شيء عن جانب شيء، اكيد الظروف الاقتصاديه والظروف هلا الجو الحر والقصص كلياتها بتلعب دور كثير كبير انه نحن شوي احيانا ما بننتبه لهذا التصرف انه كيف عم نحكي الكلمه، او مثلا هذا شخص ما له ذنب انه انا معصب، كيف انه بلقي اللوم عليه او بحكي معه كلمات هي ما انا بالكلام الصحيح. الكلمه تاثيرها جدا قوي بالناحية الإيجابية وبالناحية السلبية، هي طاقة عظيمة. يعني نحن كل ما انتبهنا قديش هيدا الكلمة عم تعطيني انطباع إيجابي، عم تعطيني طاقة. نحن بنعرف أو بنسمع إنه في شيء اسمه شاكرات بالجسم، في شيء اسمه مصادر طاقة بجسمنا، هيدا بتنعكس مو بس لنا حتى للأشخاص الآخرين. فكل ما أنا هيدا المصدر قويته ودعمته وعززته أكثر، كل ما هذا الشيء صار عندي عم يعطي شيء مناسب، عم يكون في ارتفاع بهذا المستوى. أول شيء هو بيأثر مو بس علي أنا من ناحية بس مزاجية أو من أنه أنا عم ببني علاقات مع الأشخاص الآخرين، لا كمان بيساهم أنا ببناء صحتي النفسية صحتي البدنية الجسدية. بنعرف نحن أنه هي بتأثر على عقلنا، بتأثر على مناعتنا النفسية مناعتنا الجسدية. طبعا وقت نحن هلا انا اذا قلت لك ما شاء الله عنك شو هالاحمر لابستي، ما شاء الله ثيابك حلوين، شو هالاطلال الحلوه، بيرتفع هرمون السعاده فورا. تماما تماما هذا الربط. يعني احيانا بقول لك شخص اي خلص ولا شوي انه يعني، واذا كلمه يعني حكى لك كلمه خلص كل واحد بيصدق انه جاملني، يعطيك اياها من احنا جاملك. هو لا، مو قصد جاملك، هو حكى كلمه حلوه وفعلا نحن بحاجته، كلياتنا نحن بحاجه الكلمات، هي كلمه داعمه. مثل ما قلت انا يعني في مثلا مالي مزاج تعبانه، فانا بحاجه اسمع كلمه حلوه لحتى شوي تعلي من مستوى الهرمون اللي موجود عندي، دوبامين وغيره، هي كلياتها هرمونات مواد كيماويه بتاثر بمستوى ارتفاع الطاقه الموجوده عند الشخص، بتاثر بتنظيم اجزاء الجسم عندي، يعني سواء بتدفق الدم بالجسم ضربات القلب، هي كلياتها هي اعراض بتكون ناتجه عن التوتر. فانا اذا كنت حدا ماني متوتر، حدا فعلا حدا دعمني بكلمات ايجابيه، هذا الشيء كله بيصير فيه انخفاض، فيه بيصير في ما في توتر ما في تشنج، بالعكس بيصير في سعاده اكثر. ومثل ما حكيت هذا الشيء بينتقل للاشخاص الاخرين، يعني انا اليوم بعكس طاقتي الايجابيه للشخص الاخر. ففعلا هي مصدر طاقه عظيمه، يعني مثل ما بيقولوا هي دواء مو بس للجسم، هي دواء للجسم والروح والبدن. اكبر اكثر مثال دائما انا بحكيه للاشخاص الاخرين، اذا يعني لا سمح الله او بعيد عن قلبكم، يمكن كثير اشخاص منكم او من قرايبينكم او حدا بحياتنا مر بظروف اشخاص كانت بالمشفى، فدائما بيقول لك اذا في حدا قرايبه كثير مقرب له او بيخصه خليه يفوت لعنده شوي. ليش؟ نحن دائما بنسال حالنا ليه عم بفوت لعنده؟ ليه عم بيخلوه يفوت لعند هذا الشخص؟ وقت يمسك ايده يحكي له انه انت عيلتك ناطرتك، بنتك بحاجه لك، نحن بنحبك، بدنا اياك تضل مستمر بهيدي الحياه، هدول كلمات شو عم بيعملوا؟ هدول كلمات دعم تماما، هن كلمات ايجابيه لحتى عم يعطوا الشخص تمسك بالحياه. يعني احنا عم ناخذ الدواء اوكي، نحن عم نتعالج اوكي، بس كمان انا اجيب عم جيب هالمثال لحتى اكد انه تاثير هيدا الكلمه الداعمه الحلوه اللطيفه اللي فيها كلها طاقه ومحبه هو موازي تماما للدواء. يعني دواء وانا طاقتي سلبيه فما حاستفيد شيء. يعني يمكن هذا الشيء لانه بيلعب مثل ما حكيت نظامي، يعني مو انه نحن عم نحكي كلام عشوائي، ما رح ادخل بالشغلات اللي هي الفيزيولوجيه كثير لانه انا بدي اوصل هالمعلومه لكافه العالم،
فهي فعلا بتلعب دور كثير كبير بالمواد الكيماويه الموجوده في ارتفاع المناعه عند الجسم. يعني وقت انا بكون حدا مثل ما تفضل الاخ من شوي اللي كان قبل عم يحكي انه كيف نحن عندنا دائره ومربع نحن بننطلق فيه، فعلا صحيح. وقت انا بدي اخذ انطباع المزاج السلبي، الطاقه السلبيه، بدي ادقق على كل تفصيل سلبي، فصدقا انا بعكس هذا الشيء لإلي. فلا خليني انا انظر لهذا الامل، هذه الكلمات البسيطه. هلا الكلمه هي تفصيل بسيط، يعني احنا عم نقول ايش هي كلمه، هي كم، هي احرف، ولكن هي رصاصه طائشه. يعني انا اليوم كثير كثير من الاشخاص بحياتنا للاسف هن صاروا يعني بالقاع، يعني مثلا مستقبلهم كله انهدم. يعني انا بالحالات العلاجيه احنا في عندنا حالات دائما علاجيه بنعالجها، مثل ما كان عم نحكي بيصرفوا اشخاص مصاريهم على المعالج النفسي. للاسف في كثير من طلابنا، كثير من اشخاص محاميين اطباء وصلوا لمراحل كثيره بحياتهم، يعني مثل ما بنحكي مستقبلهم احيانا للاسف تدمر، او صار عندهم احباط، او احيانا ومو بس احيانا في حالات كثيره يمكن هي مانع العلن نحن بنظهرها، او يمكن اصدقائنا يكونوا موجودين معنا ما بنعرف انه هن بيعانوا من اضطراب نفسي بسبب كلمه. يعني احيانا اشخاص وصلت فيهم مراحل انه هن صار معهم اضطرابات نفسيه بسبب كلمه انت فاشل، انت غبي، ما بتفهم. يعني هيدي الكلمه احنا للاسف بنحكيها بس ما لنا مدركين اثر هيدي الكلمه السلبيه على الشخص، لانه اذا كل ما كانت هي موجوده بذهنه وعلقت بباله، لانه الكلمه ما بتموت. يعني هذا الشيء دائما بيخلي وقت بده يشتغل الشغله عم يتذكر انه انا انسان فاشل. عفوا دكتوره، كمان بنشوف بعض الاشخاص عندهم ذكاء اجتماعي وذكاء وفنون بالتواصل، والبعض الاخر يمكن بيفتقر لهي الملكه. بس اذا الشخص هو فعلا حابب انه يغير من حياته، يغير من اسلوبه، شو هي الخطوات الاساسيه اللي بتنصحيه انه يعملها لحتى يصير عنده هي المهارات؟ تمام، مثل ما تفضلتي هو فن، التواصل هو فن، في شيء منه هو وراثي، فعلا الاشخاص هي عندها ذكاء اجتماعي نسبته عاليه، وفي عندنا شيء هو مكتسب انا بتعلمه من البيئه او بعمل دورات على هذا الشيء. بس برجع باكد انه الوراثه بيلعب دور كثير كبير، القدرات الموجوده عندنا بتلعب دور كثير كبير. يعني هي في منها فطريه مثل انتم هلا حضراتكم مذيعين، يعني مو كل الاشخاص اللي حتى لو عملوا دورات ما بيكون عندهم هذا القلق والحضور، يعني هذا بيلعب دور كثير كبير. فالشغلات اللي انا فيني اشتغل عليها، اول شيء انا بدي اتقبل الاخر. يعني انا اذا بدي احكي هلا انا وياكم انتم مو متقبليني، فانا كيف بدي اوصل لك المعلومه؟ تمام، كيف بدي اعكس لك الشيء اللي انا لازم اوصل لك اياه؟ اول شيء بدي اتقبلك، بدي اتقبل ارائك، بدي يكون عندي انفتاح لاي كلمه انت بدك تسمعها تحكيها وانا بدي اسمعها منك. بدي اتعلم الاستماع، يعني انا وقت عم تطرحي سؤال علي انا بدي اسمعك، بدي اعطيكي مجال ان انت تحكي وانا افهم شو اللي بدك تحكي لي اياه، لحتى الكلمه توصل بمغزاها الصحيح، توصل بهدفها الصحيح، توصل بتوقعي انا السليم. يعني احنا كمان مو بنتعامل بحياتنا بس على اساس انه كلمات، احنا كمان بنتوقع. يعني انا بتوقع هلا المدام سلمى تحكي لي شيء، فانا لازم اتوقع انه هي توقعاتي ايجابيه تجاهها. فكل ما كان توقعي تجاهها ايجابي، فكان هذا الشيء بيخليني افهم الكلمه بطريقه ايجابيه. هذا بيلعب دور عنا نحن كأشخاص. فأنا كل ما كان عندي تقبل للآخر، كل ما عندي فهم للآخر كيف أنا عم بلبي حاجاته لهذا الشخص، كيف أنا عم بسمعه بطريقة كويسة، لسه في أعلى من الاستماع في هو الإصغاء. صحيح، اللي كثير أشخاص ما بيعرفوا شو معناته إصغاء. يعني للأسف أنا بقول لهم في فرق بين الاستماع والإصغاء. الفرق الواضح بين الاستماع والإصغاء، أنا هلأ عم بسمع سؤالك، عم اسمع السؤال، فهمته، أوكي، أدركته، عرفت من أي منطلق، رتبت أفكاري، عرفت كيف بدي جاوب أنا وأحكي. بس أنا وقت عم أقول لك اليوم على الإصغاء، تجي الأخت بتسلمى بتقول لي مثلا عم تعرض لي مشكلة، هي مثال أنا عم أحكي، فأنا هون ما بدي أحكي معها بطريقة أنه بس عم بسمع لها. هون أوكي الاستماع هو الدرجة الأولى، صرنا بالدرجة الأعلى اللي هو عام أشمل. يعني أنا صرت هلأ هي عم تحكي لي مشكلة يمكن حزينة، فأنا خلينا نحكي على السعادة، هي إيجابية عم تضحك فرحانة أنه أنا أنجزت بشيء، أنا أخذت شهادة تكريم من شيء. فأنا ما بيصير بادلة، أنا عم بسمع لها أوكي، بس أنا بدي بادلة بنفس المشاعر والأحاسيس اللي هي ظاهرة علي، مو هي عم تضحك وفرحانة وأنا دايرة وجهها عم بحكي مع حدا تاني أو أوكي. أو ماني منتبهة. يعني إيماءات الجسد لازم تكون معي. يعني في شيء اسمه عكس المشاعر، يعني هي فرحانة أنا بدي أكون فرحانة وهي عم تحكي، مو هي فرحانة وأنا لا مبالية او هي الغيره تطلع فجاه تعمل حاله نفور عند الشخص الاخر. قولا واحدا، يعني لازم مثل ما قلتي يمكن هي النقطه كثير مهمه سلبا، لما يمكن انت بتحكي مشكله لصديقه او لاخت او لاي حدا، او بتحكي بتحاولي تشاركيهم نجاح او طموح او رغبه، وبتلاقي رده الفعل كثير بارده. هذا هي احساس فعلا كثير بشع، كثير بيكون قاسي، وخصوصا اذا مثل ما قلتي كان أنا من دائره فضفض مقربه. من دائره مقربه، يعني يمكن كثير اوقات ناس بتقول ليش
الشخص بيلجأ لرفيق ما بيلجأ لحدا تمام قريب، بجوز لأنه الرفيق يمكن بيقدر يستوعبه أكثر أو هي كمان. خلينا نحكي اليوم الأشخاص بشكل عام بيستخدموا اللغة بكل شيء بالحياة، اللغة الصامتة إن كان الإشارات تماماً. والجسم والتعبير مثل ما حضرتك عم تقولي، أو حتى اللغة المحكية اللي هي الكلام. نحن اليوم أعياد، أنا فيني فوت الصبح أكون متضايقة أو صاير معي 100 شغلة وعيط وخانق وإذا انزعج وأزعج اللي حوالي، وفيني فوت أقول إنه رغم كل هذا الشيء في شيء حلو، مثلاً زميلة لطيفة موجودة معنا بالعيد، غيرها تفاصيل تانية ممكن هي بسيطة بس تخلي الواحد ينبسط. قد ايه بتشوفي مهم استثمار اللغة بالحياة اليوم؟ تمام. الشخص اللي بيعرف يستثمر كلمته إمتى تطلع بيعتبر عنده نوع من أنواع الذكاء الاجتماعي والعاطفي. صحيح، الكلمة هي إلى أدواتها إلى أساليبها. يعني أنا اليوم لحتى أنا هلأ أنا عم بحكي بطريقة كتير مبسطة، يمكن شوي عم تهمني الكلمات أحيانا، أنه مثلا قلت لكم بدي أبعد شوي عن الفيزيولوجي، يعني عم بحكي بطريقة مبسطة لحتى أنا عم بتوجه لكتير أشخاص عم بحكي معهم، فما بصير أحكي بطريقة كتير اختصاصية أكاديمية، أنا بدي أوصل المعلومة لأغلب الأشخاص اللي عم يسمعوني، لحتى اللي هو مثقف يعرف شو حكيت، والشخص اللي هو ما عنده يعني ما أنه دارس أو ما أنه متعلم كمان يفهم شو أنا عم بحكي، أو توصل المعلومات اللي أنا عم بحكي أو المغزى من الحديث. فكتير مهم نحن وقت عم نحكي الكلمة أهم شيء اللغة، اللغة تكون هي أول شيء واضحة، هي لغة بسيطة. يعني أوكي أنت أدب عربي ومفرداتها كتير حلوة على عيني وراسي، أنا بحترم هذا الشيء، مو ضروري يجيب لي مصطلحات أنا ما سمعان فيها وقت تحكي لي شيء كلمة إنه أنت بالنوع النكتة أو المزح حكيت لي شيء مصطلح، فأنا شو قلت لي شو قلت لي دغري نأزت إنه شو قلت لي شو هذا المصطلح. لا أوكي، يعني في مفردات فيك تستخدمها بسيطة أكثر، يعني فيها هيك مثلا مثل كلمة البحر واليم وهالحكيات، يعني مثلا فيك تقول لي بحر أنا أوكي واضحة عندي، فيك تقول لي اليم نعم شو قلت لي تمام. هيدا الكلمات الواضحة البسيطة أنا بستخدمها مع الشخص الآخر. في شيء كتير بدي أكد عليه، أنه أنا يفترض أنطلق من حاجات الآخر وحاجاتي. يعني اليوم بدي أنا مثلا شفت حدا مثلا سلمى مزعوجة شوي، فأنا حلو مثل ما حكيتي أنه فوت لاحظت أنه هي مزعوجة، فهي عندها حاجة. شو الحاجة اللي عند موجودة عند سلمى هلا؟ إنه بدها تروق، يعني بدها تنسى الشيء اللي مضايقة تماما. فأنا بعرف سلمى مثلا بتحب فنجان القهوة بيروقها، فأوكي أنا دغري لقيت الوسيلة والطريقة والأداة لحتى أخليها تروق مع الكلمة الحلوة، اشتهيت لك هالفنجان القهوة مثلا. والله كنت عم حاول أجيب لها الفرحة ولا اشتهيت لك بس ما مشي تماما. فهيدي أساليب نستخدم فيها الكلمات الواضحة المبسطة، بالإضافة ننطلق من حاجات الآخر. يعني أنا مو بدي، يعني مو مثل أنا ماني شايفة، بدي أعرف الشخص شو هي حاجته. يعني إحنا أحيانا منعصب من أتفه الأمور، يعني انا بقول لك ليش عصبت، والله ما انا مستاهله هالقصة، هو ما بيكون معصب من هيدا الشغل، يمكن تراكمات خلت الشخص يمكن يتصرف بطريقه ما نصح. وهون كمان نرجع لنفس النقطه، انه الطرف الاخر والناس المحيطين فينا ما نحن مسؤولين شو صار معنا بقبل ساعتين وبقبل بنهار وبقبل كم يوم، نفضل الغضب عليهم تماما. هن ما نحن مسؤولين. هذا الكنترول كيف الشخص بيقدر يتحلى فيه؟ انه انا مثلا انا مزعوجه بالبيت ما اجت فشيت خلقي بسلمى مثلا، او فشيت خلقي بزميل لي بالشغل. هذا الموضوع هو ما نوم السهل، يعني هلا لانه ما بدي احكي حكي اقول بس بيحكوا، لا مو قصة بس بيحكوا، هو فعلا موضوع ما نوم سهل. يعني انا وقت كثير اشخاص نحن بيكونوا عندنا حالات للعلاج مثلا بضبط الذات، ضبط الذات، يعني انا بقول مثلا ايه ضبط ذاتك، لا تعصب، عدل العشرة قبل ما تحكي، هيدا الاساليب. بيقول لي ايه طبعا حاولت ما قدرت، يعني اوكي انا بفهمك ما قدرت، لانه هي مو بين يوم وليله انا بقدر اعمل هيدا الشغلات، هي فعلا بدها فتره زمنيه، بدها 6 شهور على الاقل او على الاكثر حسب درجه تقبل الشخص. يعني كمان احنا الكلمه يمكن هلا اجي اقول لحضرتك انه واو شو طالعه حلوه اليوم، فانت اوكي شكرا، يعني ما فرق معك كثير. ليش؟ هلا هي بتأثر الكلمة قولا واحدا، أكيد. ما في أي إنسان ما بتأثر فيه، سواء الكلمة الحلوة أو الكلمة السلبية. في أشخاص لك أنا محصن حالي كتير منيح، يحكوا اللي بالدنيا مفارق معي، أصلا آراء الأشخاص والآخرين ما بيهموني أبدا، مو صح. حتى لو كان يعني عبقري بهذا الموضوع ومحصن حاله صح مثل ما عم يحكي وعامل دورات كيف بيضبط ذاته، الكلمة لا تموت، بتأثر. يمكن مدى التأثير بيختلف، خلينا نقول درجات الأشخاص. تمام. يعني في أشخاص ذو حساسية عالية، في أشخاص ذو حساسية ضعيفة كتير منخفضة، وفي وسط. في أشخاص أوكي الكلمة الحلوة بتعمل لهم، يعني إذا رفيقة قالت له قديشك طالعة حلوة اليوم، خلص هي نهارها صار كله حلو، إنه في حدا أعجب بتيابة. في أشخاص إذا قلتي لها كتير أوكي بتعلق بذهنها الكلمة بس ما بتأثر فيها كتير. فكمان هيدا الدرجات الأشخاص لازم أنا وقت بدي أحكي مع شخص إنه تعال نشتغل على استراتيجية نضبط ذاتنا،
فانا بدي اعرف هذا الشخص لاي درجه هو حساس، لاي درجه هو قادر يتبع هذا الشيء، لاي درجه عنا اراده نحن نستمر بهذا الموضوع. يعني كمان هذا الشيء كله بيلعب دور كثير كبير. كمان احنا الكلمه مو بس نحن عم نحكيها بطريقه انه كيف انا بدي احكيها او الاساليب اللي انا بدي احكيها، غير الادوات في شيء عندي اسمه انا كمان الحوار. يعني انا بدي اعود حالي وقت انا بدي احاور الشخص الاخر بدي اعرف امتى بدي احاوره. يعني مثل مثلا الزوج والزوجه بيكون جاي من الدوام، اول ما افاد بدها تحكي له شو اشتغلت، انه انا عملت هيك وساويت هيك واشتغلت هيك. هي شو عم تحكي هذا الكلام؟ هي عم تحكي هذا الكلام لحتى تبين حجم القصص اللي اشتغلتها. هي الحاله بدها حلقه، هي الرجل والمراه وكيف بيتواصلوا والكلمه، واذا قال لها كلمه كيف هي بتفهمها، وهو اذا قال لها كلمه هي كيف بتفهمها. هي لحالها بدها حلقه كامله، ما بيمشي الحال. انا بدي اوصل فيها على الكلمه انه اوكي والله انه هو حلو يقدر لك الشيء اللي انت اشتغلتيه، بس وقت الحد وقت الكلمه ما له صحيح بالوقت المناسب. يعني كثير حلوه الفكره فعلا انه نحن الوقت المناسب نختاره دائما، ان كان لنعبر عن مشاعرنا الشيء الايجابي او السلبي. تماما، الايجابي او السلبي. دكتوره كنا كثير مبسوطين بحضورك معنا لليوم. بدي اقول لك اضحى مبارك، العام وانت بالف خير يا رب، وان شاء الله بقيه النهار تكون حلوه عليكي. ان شاء الله بنعاد عليكم هيك كمان طاقه ايجابيه وهيك بمحبه وسلام كمان لكم، وان شاء الله يوم نهاركم كمان يكون سعيد. شكرا لك ولكلماتك، تاثيرك الحلو اللي كان موجود بصباحنا اليوم. شكرا لك. شكرا.